على كل حال الشق الايجابي كمان في هذه البطوله هو التحكيم المصري اللي حقيقي ما فيش حد ما اشادش بيه، يعني عارفه يبقى في اجماع على حاجه، دي حاجه بتسعدنا ان فعلا التحكيم المصري رائع جدا. وامبارح اختارت لجنه الحكام بالاتحاد الافريقي برضو محمد عادل، كابتن محمد عادل حكم لمباراه مالي وجنوب افريقيا، ده ضمن منافسات الجوله الاولى اللي هي هتكون الثلاث اللي جاي ان شاء الله، ومعاه محمود ابو الرجال واحمد حسام طه هيكونوا مساعدين، وايمن عمر حكم رابع، وكان سبق لطاقم تحكيم مصري قبل كده بقياده امين عمر عفوا اداره برضو مباراه الافتتاح لو حضراتكم فاكرين اتكلمنا عن ده امبارح، وكان المستوى اكثر من رائع. وبنتمنى للحكام المصريين كل التوفيق، وبتمنى انا وكريم وبتمنى انا على المستوى الشخصي ان احنا نبطل جلد الذات ونبطل نقلل من انفسنا ونبطل نحاول ان احنا اي شخص بيحاول ان هو ينجح لو مش عارفين نبقى زيه نحاول نخليه يرجع تاني يبقى زينا. وحشه دي يعني الحكام بتوعنا يا كريم. طبعا احنا اتكلمنا في ملف التحكيم ده كتير وانا قلت الكلام ده، بس كل اللي انا بطلبه وبترجاه وكلنا اكيد حاسين بنفس الكلام، خلينا نديهم شويه ثقه، لان لما اخدوا الثقه العالم اشاد بيهم، البطوله اشادت بيهم، مش هقول العالم اشاد بيهم. لما ياخدوا الثقه ما يرجعوهاش تاني. لا كده كتير. كده بقى مش هنوصل لحاجه.